خلاص العادل، شوفوا المزارع اللي انتوا هتشوفوه ده اللي وجد حقيبة فيها 600 جرام من الذهب وهو في أشد الحاجة لأي فلوس، عاوز يجهز بنته وابنه عنده مشاكل ما بيشتغلش وهو حالته المعيشية بسيطة جدا، نموذج مبهر. ولما وجد الشنطة اللي فيها الذهب سلمها على الفور للشرطة، يعني هنا لا ضعف ولا طمع رغم احتياجه الشديد. هذا النموذج المبهر هو النموذج اللي يجب أن نحتفي به. ما يهمناش طول ما القلوب الصدق جواها، طول ما العيون الطيبة سكناها، مصطفى رمضان مزارع بسيط يعمل بالأجرة اليومية يكسب قوته يوما بيوم. أثناء جلوسه بجانب الترعة ليزرع بضع عيدان من الخضرة وجد حقيبة تطفو على سطح الماء بداخلها 600 جرام من الذهب، لم يطمع فيها قط ولم يفكر ولو للحظة في اقتناء هذا الذهب على الرغم من شدة حاجته وبساطة وضعه المالي، وفي أشد الحاجة للمال لتجهيز ابنته وابنه اللذين على وشك الزواج، ولكنه آثر الأمانة على نفسه وسلم كل ما وجده من الذهب إلى أقرب مركز شرطة. رحت أشيل شوية شيل بالمباح، بشيلهم بنظف عشان أزرع شوية عند رد كده بزرع على البحر، فلقيت إيه، فأنا بشيل لقيت شنطة فيها شوية بتاع، أنا بحسبهم ما كنتش مفوجة إن هم ده، بعدين لما سألت قالوا ده، فرحت لحضرة العمدة رحت له فقلت له الوضع كذا 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 كذا، رحنا المركز خلصنا، خلصوا اللي شافوا الحاجة وخلصوا جه أصحاب الحاجة لكن خدتها وأنا ما كنتش أعرف بتاع مين، أنا طلعتها وتسلمتها وما أعرفش، بصلي الفجر يعني أقوم قبل الفجر أصلي الفجر وأتوضى وأصلي الفجر وألم مع زرعي وأصلي الفجر وأتكل على الله، جيت بقى بعد ما أجي كلت لقمة ما كلتش بروح أجيب خضاري وأجي جميع اللواءات والمستشفيات نكلموا وكرمونا وجابوا لنا حاجه ساعه وقعدوا احلى واحلى واكيد. يقول لي انت اول مره اشوف واحد راجل بسيط هنا بتاع خضار يعني لا كده ولا كده وما طمعش في حاجه جامده زي دي. تقول لي يا ربنا يغنيه، ما عندي حته عيل واحد وربنا بس ينجيه وينجي لي عيالي بس. قلت له حد الله بينا وبينه، حتى في حته مكسوره كده فيه قلنا لهم حطها فيه، مش لازمنا اي حاجه ان كان لنا حلال فيه زي ما بيقولوا 10% احنا راضيين به، ما جالناش خالص كفايه مكسبنا عند ربنا. خفت من ربنا، انا في عز الاحتياج له بس خايفه من ربنا، وانا الحمد لله مش لازم لي اي حاجه، باتي مش محتاج حاجه. قعدت مع نفسي كده بقول لهم اللي ياخد الذهب ده يجيب لي طبق جبنه رومي، قعدوا يضحكوا علي. حاجه ما لناش فيها، المفروض ان احنا ما ناخدش فيها حاجه، حتى لو كانت يعني لو جنيه مرمى على الارض ما لناش ان احنا ناخده. عمل صح من الحلال، ما فيش حاجه بتغني. الحرام ما بينفعش، هذا واحد واثنين، لان الغنى ده من عند ربنا. على الرغم من بساطة هذا المزارع الفكرية والمالية ولكنه يضرب مثلا رائعا للأمانة، قد نستشعر منها ان مصر ما زالت تنعم بالخير. من حياتي ان انا عندي عيل واحد، وانت عارف العملية انا انت شايف الموضوع على الطبيعة، فانا عيل واحد من في الحكاية في التمريض مع التمريض من اللي هو التمريض الخاص، فانا عاوز نفسي اتوظف في الجامعه. والمعاش للناس والخير سكته، هو العاش هو العاش. معانا عم مصطفى عبد الوهاب الفلاح البسيط الامين اللي بيعد نموذجا يجب أن نفخر به. ليه؟ لأن للأسف الشديد بنجد في حياتنا بنشوف، افتح صفحات الحوادث كده هتلاقي يعني في أحيانا حتى أولاد العائلة الواحدة يتصارعون ويسفكون دماء بعضهم البعض من أجل المال وطمعا في المال. هو رفع شعار مش هدخل بيتي أي مال حرام، وبالتالي هنا حتى لم يطمع في حقيبة الذهب رغم احتياجه الشديد وأحواله المعيشية
اللي هي ليست ميسورة. يا عم مصطفى أهلا بيك. أهلا بيك يا عم الحاج. ازيك يا عم مصطفى؟ مبسوط؟ الله يسلمك يا عم الحاج. أنت مبسوط ومرتاح ولا يعني مبسوط ومرتاح جدا دلوقتي، حاسس بارتياح شديد؟ الحمد لله. لما لقيت شنطة الذهب لقيتها ازاي يا عم مصطفى؟ أنا بشيل شوية شرب في الأرض كده بلمهم، لقيت شنطة، ما لقيت شنطة خدتها، رحت سلمتها الشرطة، كلمت العمدة وسلمتها للشرطة وخلاص. طيب. نسيت مرتاح ملايين. السؤال اللي ممكن يسأله أصحاب الاحتمال التاني اللي هو احتمال ضعف النفوس، يعني ما حسيتش بأي ضعف في بداخلك كده انه ده يعني فلوس جيالي؟ لا 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 لا، ربنا يغنينا يا عم الحاج. ربنا يغنينا يا عم الحاج. الله ربنا يغنينا فضل بس. لانك انت لما اللي هتدخله من عرق جبينك بيتك هو ده اللي بيبقى وبيدوم، هو ده اللي في الخير. الحمد لله. خدتها ورحت بعد كده الاسم. ايوه، وانا الاسم بالليل وسلمناه، جه ظابط المباحث جالنا هنا وخد قعد معانا في البيت وشافها على الطبيعه وخدها مع خدها ورحنا سلمناها في الاسم. ممكن والله انت حاجه طيبه ومبهره يا عم مصطفى. عم الحمد لله يا سعاده الباشا، ربنا يغنيها بالحلال. انت احوالك المعيشيه يا عم مصطفى بسيطه يعني؟ لا يا الحمد لله، 100 فل و14 ريال طرودة. الحمد لله طبعا، الحمد لله. بس انت يعني احنا لازم نقول لك انت عايز ايه، والمجتمع لازم يقدمه لك، ليس ثمنا لما قمت به، ولكن على الاقل يعني تقدير انه الراجل ده يا جماعه كيف يمكن ان احنا نحتفي به، كل واحد يحتفي به بطريقته الخاصه يعني. عم مصطفى انت عندك اولاد مين؟ عندي بنتين وولد. بنتين وولد. البنتين بتقول في بنت فيهم مخطوبه وعايز لسه ما اتخطبتش، لسه طالبه، لسه في اولى ثانوي السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. الواد ما وديش معهد تمريض خاص من اللي هو الخاص ده. خلص الثانوي، مخلص ثانوي مع ثانوي ازهري، وديته معهد تمريض خاص. معهد تمريض خاص. واشتغل ولا لسه؟ لسه يا سعاده الباشا والله، لسه اخر سنه السنه دي معاه. ان شاء الله، واتمنى كمان انه الناس المعنيه بانها ممكن تشوف تشغله ازاي، تعينه ازاي، احتفاء بالخطوه اللي قام بيها ابوه. يعني ابوه يستحق التكريم ويستحق الاهتمام يعني. يا عم مصطفى الاسم احتفلوا بيك وكرموك. ايوه ان شاء الله. وانا واثق ان المجتمع، واحنا شايفين اسم الشرطه اهو يا جماعه، شوفوا النموذج ده عشان يشجع الناس. في بعض الناس احيانا بتستهين بالحاجات دي، ده في مديريه الامن احيانا بيستهينوا بالحاجات دي، يعني يقول لك انا لقيت وده الذهب اللي عثر عليه، فيقول لك ده خير بعته لي ربنا. لا، هو ربنا بعته لك يختبرك يعني، ممكن انه الحمد لله. وبالتالي هنا انت لم تضعف نفسك خالص يا عم مصطفى، وقلت انا هديلي لاسم الشرطه على طول. ان شاء الله. انا اديته ورحت طلبت حضره العمده ورحت وديته، رحنا وديناه بالليل، يجي الساعه 1 بالليل ولا 1 ونص كمان بالليل. جينا من هناك الساعه 6 الصبح، عم سلمته ومضيت. ان انت وانا مسلمه ولا ايه؟ من اللي اتصلنا بحضره العمده، جم البيت وخدوه ورحت معاهم. فيك الخير يا عم مصطفى، وكلنا نحتفي بيك، والمجتمع كله يجب انه يحتفي بيك، مش مديرية الامن فقط. النموذج الامين ده اللي احنا محتاجينه انه ينتشر، لان للاسف الشديد انتوا بتشوفوا احيانا المجتمع بيحتفي ويقوم بتكريم بعض الاقزام وبعض من لا يستحقون اي تكريم، سوى ان موهبتهم الوحيده هي الفهلوه، لكن الامانه الحقيقيه والقيم الحقيقيه اللي بتتجسد في هذه المواقف هي دي اللي تستحق التكريم
وتسليط الضوء. يا عم مصطفى بتوجه لك بالشكر، ألف شكر، وكلنا جميعا لازم نشوف نشكر مصطفى عبد الوهاب ازاي. هو طبعا لا ينتظر ثمنا لما قام به، ولو بينتظر ثمنا ما كان خد الذهب، او يعني نفسه تضعف وتميل الى ان لما اخده. يعني ده خير بيجيلي، بعض الناس بتستهين بالحاجات دي وبتعتبر انه ده خير جالها. لا، هو امتحان من الله سبحانه وتعالى، بيشوفك انت ممكن تدخل بيتك حتى فلوس مش من مجهودك ومش من تعبك وليست من حقك. شوف الراجل يعني الوسام اللي هو حصل عليه ده، والله لا قيمة له ماديا ولا قيمة له بأي حال من الأحوال، إنما القيمته الكبيرة في القيمة المعنوية والأدبية اللي بتبقى.